أذارك بالصد لا ترحم ولا تاوي وليات وصلت منك الوصل به منا بس بابك ضلوع صدري ذبها عاوي أداور رضاك لو ما يدخل الجنة أثارك بالصد لا ترحم ولا تاوي وليات وصلت منك الوصل به من أداور رضاك بس بابك ضلوع صدري ذبها عاوي أداور رضاك لو ما يدخل الجنة من كثر ما أغليك معك الأمر متساوي أدمع خطاياك لو قلبي يضرنا بالله بالله قل وش أنت بيناوي دمع الهجر لا فرض ولا سن بالله بالله قل وش انت بيناوي دمع الهجر لا هو فرض ولا سن دمع الهجر لا هو فرض ولا سن سلامتكم. القصيدة لك أبو مشاري؟ نعم. طيب وش البيت اللي تقول ما يدخل الجنة؟ أدور رضاك لو ما يدخل الجنة. أدور رضاك لو ما يدخل لو الجنة. اشرحها بعد يمكن يبي لها شرح شوي توضيح. الحين لما تقدر لك واحد مثلا أو تبي خدمة من أحد أو تبي تقدره مثلا لموضوع معين أنت تدور رضاه لكن رضاه حتى لو زعل عليك كله واحد لا يدخل الجنه ولا يدخل النار وانا برا عشان توضع عشان ما ندخل في متاهات لا 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 الله يعطيك العافيه مشاري بيض الله وجهك بيض الله وجهك.